صحيح السيد رئيس المجلس، بعتذر لأن عنده اجتماع في المجلس أو في البلدية اليوم المسمى جديد. بنرحب في الجميع الحضور مع كل الاحترام للمسميات والألقاب. والصحيح بنشيد في مدرسة بيت عنان الأساسية، بنحييها على القيام بمثل هذه الأنشطة اللامنهجية اللي بتتوافق مع سياسة وزارة التربية والتعليم، اللي صحيح في داخلها بتربي كينونة للأطفال وشخصية قيادية ممكن نكتشفها من خلال هذه النشاطات. وبنحيي المدرسة وبنهنيها بالفوز في المسابقات اللي ذكرتها أم محمد مديرة المدرسة، وإن شاء الله التقدم إلى الأمام. ولا ننسى في هذا اليوم أن نوجه التحية لمن هم أكرم منا جميعا، الشهداء وشهداء الأسر الأسرى في سجون الاحتلال الذين يقدمون كل التضحيات من أجل هذا الشعب. لابد أن نتضامن معهم ونقف وقفة صادقة من الجميع، لأن الوقوف معهم يعني أننا جميعا خلف هذا الموقف. ونحيي مروان البرغوثي وجميع إخواننا في جميع الفصائل الذين انضموا إلى الإضراب، ونحييهم ونقف إلى جانبهم في كل المحافل. ولا بد أن يزيد التضامن معهم لكي نعكس صورة لكل العالم أننا خلف هذه القيادة التي هي البوصلة للشعب الفلسطيني. هذا الحديث مهم جدا لكل إنسان. الحقيقة أود أن أرسل رسالة لكل الأمهات وكل الآباء في هذا الموقف، وهذا الموضوع مهم جدا إن نهتم في أطفالنا، لأنهم حقيقة فلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض. هم قيادة المستقبل، وهذه الدفة التي لا بد أن نهتم بها، لأن الأطفال حقيقة الذين هم يمثلون مستقبلنا لا بد أن نهتم بهم ونزيد من الاهتمام. وهذا ما سمعته من إخواننا في مجلس أولياء الأمور في أكثر من مرحلة عندما كان يكون في انتخابات. للأسف كان الحضور قليل جدا، من هان بنأكد على أن ضرورة نهتم في أطفالنا. الأمهات بحييهن لأنهن المدرسة الحقيقية اللي بتربي أولادهن، هن المدرسة وهن صناعة التاريخ. عشان هيك بأكد إن لمن تصل دعوة اعتبروها لمجلس أولياء الأمور والمجلس المحلي اللي عمليا هو بتقاطع مع كل نشاطات المؤسسات في البلدة، هذه دعوة للجميع لأن نهتم في مجلس أولياء الأمور، لأن عمليا هي التعبئة الحقيقية. صحيح المدرسة بتتعب 10% بس الدار بتتعب 90%. وأنا التوجيه مهم جدا لهذا الجانب اللي لازم نهتم فيه. كمان لازم نقدر إن نتبع لأطفالنا في هذه المرحلة الحساسة. البعض ممكن ننوه لأنها تنويه، ممكن يكون في هناك دسائس، أو سمعنا عن موضوع الأنشطة والمخدرات في بعض المناطق. هذا الموضوع بدي ألمح إلى بشكل بسيط، الحمد لله هو ما أجاش فينا. لازم نكون صاحين لكل السلوكيات السلبية في المجتمع المحلي على أساس أن نحافظ على أطفالنا بشكل صحيح. مبدأ المساءلة في البيت مهمة جدا. عندك طفل بروح الساعة 12 أو واحدة من المدرسة بيصلي الدار الساعة 3، هنا لابد من موضوع المساءلة في البيوت. وين بلادنا أولادنا بروحوا؟ ولازم نتبع لهم بشكل صحيح مشان نخلق جيل سليم وسوي مشان وقودنا في هالبلد. ونتمنى من الجميع أنه يتعاطى مع هذه الأفكار. وشكرا لكم.